السلام عليكم. الوغ اليوم ما شاء الله رانا رايحين نديرو دي تارتلات بلا بات فيتي او بوم. نديرو اون كريم باتيسيير ولا بات فيتي نخلوها لكم في رابط في صندوق الوصف ان شاء الله، ونديرو لها اون تيت ديكوراسيون يتخدمو بارد في بارد. نبداو ان شاء الله بلا كريم باتيسيير، و سي اون كريم باتيسيير بزاف بنينه باسكو تتخدم غير بالصفار. عندنا زوج صفار بيض، عندنا 50 غرام سكر، عندنا 25 غرام مايزينا، وعندنا نصريت الحليب. هنايا ناخذ نصريت الحليب ديالي هذه، ندير منها غير نص الكميه تاع السكر، ونخليها فوق النار حتى يدوب لي السكر. علاش نديرو هكذا؟ باش لاكريم تاعنا تجي ثقيله وتجي فريمون اكريمي، تجي روعه. الحليب ديالي فوق النار يسخن، عندي لهنايا زوج صفار تاع البيض نحطهم، وعندي نص الكمية اللي قعدت لي تاع السكر نفرغها، وعندي 25 غرام تاع المايزينا نديرهم هكذا. فوالا، ونضربوهم. أروى اليوم راهي معايا، أروى هاي تعاوني شاطرة. هكذا نضربوها مليح مليح. هيا طلعي شوية يدك أروى، وضربي معايا، حركي معايا شويه نشوف اذا شطوره. اروتي اصبري هدايا، حركي بيان بيان، خاصنا يفرغوا الكامل هكذا. نحركوه حتى وين يدوب لنا ويتمازج. برافو، فوالا فوالا فوالا. والحليب ديالي درتلو شويه تاع لو زيت دو سيترون باش يجيني منسم. الوغ اروى انا نفرغ لك بشويه، وانت تحركي حركي رابيدمون. داكوغ، برافو. هكذا نحركو كامل باش ما يطيبناش، ومن بعد نعاودو نرجعو الخليط هذا لاكاسخول، نحطوها فوق النار حتى تعقد لنا وتولي لنا اوموجان. ندير فوقهم شويه تاع السكر، ولي محبي القرفه اكيد يبروفيتو يديروا شويه تاع القرفه. ندخلهم الكوشة يشعل على 200 درجه سخونه كما يلزم الحال، ونخليهم حتى وين يطيبوا، ونعاودوا نتلاقاو في النتيجه النهائيه ان شاء الله. فوالا درنا الشكل الاول، ودوكا ان شاء الله راني قطعت مستطيل. ندير هكذا قطع، نقسمه ندير قطع هكذايا، شكل واحد اخر اللي الناس ما تحبش. بيان سور لا كريم باتيسيير ولا بالك ما يداينو لهم شي خفوف في زمان سخانه. ناخذ مستطيل كيما رانا نشوفو، وندير المعجون تاع المشماش صنع بيتي، وسبق ودرناه معا، وتلقاو الوصفه في صندوق الوصف ان شاء الله. فوالا، وعندنا اكيد التفاح، التفاح الاخضر، رانا في الموسم ديالو،
تفاح تاع الجزائر تاع بلادنا رائع معمر بالماء. واروى مصباح وهي تاكل ما حبتش كامل تحبس، الوغ لازم نغاول نكمل من قبل ما تاكله لي كامل. فضل خصوصا الى درنا الكميه كامل من المعجون نديرهم في ديمول على قدهم تاع لي كوب كيك، يجوا مزيرين كيما يلزم الحال باش لا فورم تاعهم تقعد هكذا شابه. هذه هي النتيجه النهائيه ديالنا. وشحال شابه هذه النتيجه، درنا شكلين، درنا شكل بالكريمه ودرنا هذا الشكل اللي بالمعجون. شوفوا لي الفيتاج لا بات فيتي تاعنا ناجحه 100%. خليتها لكم في صندوق الوصف باش اذا حبيتوا تستفادوا منها. انايا لي طارتيلات ديالي اروى داقتهم. واروى قولي لي واش رايك في الطارتيلات اللي درناهم تاع اليوم؟ بنان بزاف بزاف يا عمري، بصحتك حبيبتي. انا واش نقول لكم، اذا عجبتكم الوصفه تاعنا بارطاجيوها مع ناسكم وحبابكم، انضموا لقناتنا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بقاو على خير.